يلا تعال السح قول ستوب. امزح امزح. والله يا انحن اليوم رحنا حفل عزيز. لا 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 تحمسين تتكلمين نحمس. لا امزح 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 امزح. ايه يعني ارحب فيه في البث؟ ايش يعني؟ انا ارتاح واجد ترى، انا على بث جمهور ارتاح واجد. ما تبغاني ارتاح هنا انا بداس؟ كيف ما ادري ليه؟ عادي عادي، بيعات بيعات تخصص بيعات، انا بيع بيع حلو. خليها تسولف علينا، معليش اسفين حقوق، معليش حدكم. انا بس انا عني عادي، بس هي تعيي. ايه ايش يكفي انا؟ يا الله يا الله اول شخص يمدحني. اتكلم عن من؟ والله اقولها اقول امي تقول تكلم عن سيوف. يلا شيل الليله يلا ارتب الكلام. طيب اتكلم عن نفسي، انا انسان ينتهي البث، ادخل فراشي، اتوضا، اصلي، افرش اسناني، انام، يجيني محمد ناصر، يجيني عامر منير، يجيني نايف، يسحبون بطانيتي ما يخلوني انام عشان اصغر واحد في عيال امي، مسكين على باب الله، اقسم بالله اني على باب. حلو. الوالدة خالد اخوك راح يطلع بالاعلام مبدئيا؟ لا. المشكلة لو قلتها واضح نسأل انت اللي قلتيها، لو اقولها في البث